هذا البيت هدمه عبد قراعين الفلسطيني المقدسي، وهو أيضا من بناه بيديه، ولكن سلطات الاحتلال تقول إن بيت أبو عدي هذا غير مرخص. وكان لي محكمة في 4 شهور، في 4/7، فكان الخيار في المحكمة إما إنهم يجوا يهدوها هم ويكلفوني تكاليف الهدم، أو أن أهدها بنفسي ويدفعوني مخالفة رمزية. فاخترت أقل الأضرار مع الوضع الاجتماعي هذا، واحدة إنه أهدها بنفسي، ثاني إشي ما أعطيهم مش فرصة نشوة إنهم يهدوا هاي في إيدهم قدام عيوني. في النصف الأول من العام 2016 هدمت إسرائيل بيوتاً فلسطينية يفوق عددها أي عدد سابق خلال السنوات العشر الأخيرة في فترة زمنية مشابهة، وفق منظمات حقوقية إسرائيلية تقول بأن إسرائيل شردت فيها أكثر من 700 فلسطيني، منهم نحو 400 طفل. فالمعطيات التي نشرتها جمعية بتسالم تقول إن الاحتلال هدم منذ مطلع هذا العام 168 مسكنا فلسطينيا في المساحة سي وحدها، وأضحى 740 فلسطينيا مشردين، منهم 384 طفلا. المساحة جيم أو سي تشكل أكثر من 60% من أراضي الضفة المحتلة. هاي ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة في المنطقة سي من أجل إنهاء الوجود الفلسطيني فيها وتكريس ضمها واستخدامها للتوسع الاستيطاني والسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها. 91 من هذه المباني ممولة من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، هذا ارتفاع كبير بالنسبة للعام 2015. القانون الدولي واضح في هذا الإطار، الفلسطينيون هم تحت الاحتلال وهم أشخاص محميون، وعلى إسرائيل حمايتهم وحماية ممتلكاتهم. المنطقة سي هي أراض فلسطينية تحت سيطرة الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، لا يستطيع الفلسطينيون البناء والتطوير فيها إلا بترخيص إسرائيلي، وتمتد سياسات الهدم منها إلى القدس. ريما مصطفى، العربية، القدس المحتلة.